None other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. تريد تشحن امن ضامن سالم فانصحكم بمتجر فيكس بافضل العروض وارخص الاسعار الرابط رح اخلي لكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18 راح حمسكم ليش لانه آه تفاصيل كثير والله انتم مش فاهمينها وما عارفينها الى الحين ولهذا يعني خبرتكم امس اني راح اشارك معكم مباشرة مقطع لي نفصل يعني في الحدث ونعطي الاستنتاجنا من الحدث اللي كان في خص كود نكس واللي تم الاعلان منه عن نسخة كود وورزون موبايل لكن للاسف يعني كان وقتي ضيق على اساس اني اذكر كل النقاط اللي ضروري اني اتكلم فيها. واول شيء اتكلم عن الجوده يا شباب. هذا الحين انا مشارك معكم نسخه الفا وركزوا زين بالاعلى شنو مكتوب، اوكي؟ ركزوا زين بالاعلى شنو مكتوب. ونفس الشيء اللي راح تلاحظونه اللي كان في الحدث مع صناع المحتوى شاهدوا اللوبي لاول مره ويذكر الكلام في نفس الشيء في نفس اللوبي انه الجوده ليست النهائيه وانما اللعبه قيد التطوير. اي بمعنى أن صناع المحتوى في حدث كود نكست قاموا بتجربه نسخه الالفا تمام يعني الجوده الرسميه احنا ما شاهدناها والحين الكل منتظر الجوده الرسميه ليش؟ لانه هذا ايضا مؤكد من الشركه ومن اللعبه بالضبط لانها مكتوبة بالاعلى انه ليست الجوده النهائيه والجوده النهائيه راح نشاهدها في الطرح الرسمي او في الجزء القادم اوكي من الطرح الاقليمي او النسخه التجريبيه القادمه بحول الله لانه راح يكون في اصدار تجريبي واحد ايضا فيما يخص التسجيل على اللعبة إذا وصلنا 25 مليون تسجيل راح نحصل شخصية حصرية بالإضافة إلى بيستول وإضافة إلى M4 ولو تلاحظون يعني بخاخ وغيره لو تلاحظون يعني اللون الأخضر حصري نفس ما كان مع نسخة كود موبايل في موسمها الأول وفي الطرح الإقليمي يعني في سلسلة الجي سيريس اللي كانت بها أنفور باللون الاخضر بعد تمويه شخصيه جوست اوكي فنفس ال... نفس الشيء شباب نفس الشيء وايضا المهم يعني بعض التفاصيل اكيد اني ما راح اذكرها الحين لش... لاني ضروري حتى اتاكد منها ولكن في معلومات اخرى ممكن اشاركها معكم في قادمة الحلقات الحين يلا خلونا نمر مباشره للمقابله اللي كانت مع كريس بلومر هذا هو الشخص اللي شارك معكم حتى اول مؤتمر سواه او اول مقابله كان سواه انترفيو تعمل يعني تم الكشف عن نسخه وورزون موبايل زي ما تلاحظون هذه هي النسخه الرسميه شباب ولو تلاحظون يعني الجرافيك مش فارق اساسا عن نسخه الالفا اوكي لكن أتكلم هو ايضا حتى عن عن الماب اللي راح يتوفر في هذه النسخه وهو الماب الاصلي اللي توفر معنا اول مره في نسخه وورزون موبايل اتكلم عن وورز... آه عفوا في نسخه وورزون اتكلم عن نسخه وورزون 1 آه يعني مش ليش لانه صار في اصدار ثاني راح يتوفر معنا في يوم 18 او 16 من شهر نوفمبر هذا الاصدار يا شباب اللي ولدت فيه نسخه وورزون نفس الماب نفس كل شيء هو اللي راح يتوفر باذن الله معنا في نسخه الموبايل وبصراحه ماب جدا فخم والله الناس اللي لعبت يعني الاصدار السابق يعني كلها حنين لهذا الاصدار انه يرجع والماب هذا يرجع معهم مره ثانيه اوكي لكن احنا اللي يهمنا انه تجربتنا احنا اوكي كان هذه يعني بعض المقتطفات او بعض الاماكن الموجوده في الماب اللي راح يتوفر معنا بحول الله لشاركوها مباشره في ذاك المؤتمر ايضا فيما يخص ديناميكيه الحركه في اللعبه فشركه اكسفنش صار لها مباشره يعني صار لها بخصوص يعني بخبرتها على لعبه كود موبايل صار لها ايضا فكره كيف تتحكم زمام الامور مع هذه اللعبه مع نسخه وورزون موبايل ويعني وصارت سوت كل التفاصيل اللي تخلي اللعبه سلسه الى ابعد الحدود مع كل الاسلحه اللي موجوده ومع كل تضاريس الماب اللي موجوده عليها بالاساس اوكي وحتى لو تلاحظون يعني حتى في النسخه الحاليه في نسخه الألفا اللي هي كانت متوفره واللي تم ايضا مشاركتها حتى في الحدث بصراحه يعني تقريبا نفس التفاصيل حتى لو شاهدتم لباقي صناع المحتوى الاجانب اللي تم دعوتهم وتقريبا 2000 صانع محتوى بشكل عام يعني لكل الاصدارات لموندر وورفير 2 وور 2 بالاضافه الى نسخه وور موبايل كلهم يعني 2000 صانع محتوى كلهم يعني يلعبون بشكل سلس جدا اوكي يا حبيبي الحين راح نتكلم عن اهم خطوة وأهم نقطة من من صدرها الكل# الكل# الكل وهي الفينشات زي ما تلاحظون الفينشات رسميا يا شباب راح تتوفر في نسخه وورزون موبايل ليش لانه هذا افخم شيء الناس الكل تتمناه ومن زمان بصراحه ايضا في خاصيه يمكن انك تشتري صديقك وترجع الجيم يعني لما يسوي له فينش او يبلع مباشره يعني اذا ما استرجع نفسه فيمكن انه اصدقائك او التيم اللي معك هم اللي ياخذون فلوس ويشحنوك يعني وترجع مره ثانيه للجيم زي ما هو موضح ايضا في هذا الجيم بلاي وفي هذا المقطع ضف الى ذلك انه حتى حتى يمكن انه مش على اساس انهم يشترونك فاكيد عندك فرصه اخرى على اساس انك ترجع الجيم واللي هي راح ترجع الى ماب كوليك او تدخل السجن يعني وتسوي فايت 1 في 1 لما تفوز اكيد انك راح ترجع الجيم مباشره ايضا في سكور ستريك وفي ايضا الكلوستر بالاضافه الى او اغراض مهارات اخرى يمكن انها انك تقتنيها وتشتريها اليو اي وغيره من من اجل انك يعني تكون عندك افضليه بالجيم ولكن كلها ضروري انك تجمع فلوس من اجل انك تشتري كل هذا التفاصيل وزي ما خبرتكم اما فيما يخص سجن الكولاج فاكيد اذا يعني سوي سويت فايت وفزت بالجيم فراح ترجع مباشرة أيضا الماب راح يحتوي على 120 لاعب 120 لاعب ركز معي زين مش 60 مش 80 مش 100 مش 90 وإنما 120 لاعب أيضا هل في بوتات ذكر كليس بلومر أنه البوتات ما فيش ما فيش اطلاقا اي بمعنى انك راح تلعب ضد 120 لاعب او 119 لاعب حقيقي يعني ما راح تصادف اي بوت وهنا عندنا نقطه ايجابيه ونقطه سلبيه النقطه الايجابيه انك راح تلعب تسوي يعني فايتات راح تكون حماسيه اكيد يعني لو تاخذ الجيم تاخذ الجيم اكيد عن جرد عن جدارة واستحقاق اما اذا انك تنتظر فهذا يعني راح ياخذ لك وقت على اللوبي من اجل انك تحصل لاعبين حتى يمتلئ السيرفر ب 120 فاكيد انه راح ياخذ منك بضعه دقائق على اساس انك تدخل الجيم مباشره ايضا ذكر كريس بلومر انه الشركه خصصت ميزه رهيبه جدا واللي هي راح تجمع بين نسخه البي سي والكونسول ونسخه الموبايل فيش تجمع مش انك تلعب مع هدول المنصات لا وانما اذا انت عندك هذه اللعبه مثلا على هذه المنصات مثلا مودرن وورفير 2 بالاضافه الى وور زون بالاضافه الى نسخه كود موبايل فيمكن انك تلفل الباتل باس اللي يخص كل هذه النسخ وانت تلعب نسخه واحده كيف الله اعلم لكن هو اللي ذكر راح يكون بهذا التفاصيل واعطى ايضا تحليل وكيف انك اذا تلعب اي اصدار من هذول الاصدارات ليش لانه اتوقع انه راح تكون في ازدواجيه مع هذول الالعاب الكل فاذا تلفل الباتل باس زي ما تلاحظون راح تلفل في نفس الوقت يعني مش ضروري انك تدخل لعبه اخرى علشان انك تلفل الباتل باس في نسخه الكونسول او البي سي او الموبايل فمباشره لكن ضروري ان يكون عندك حساب واحد ويتلفل فيهم الباتل باس او الاكس بي بنفس الشيء يعني في نفس النسخة في في ثلاث نسخ بنفس التوقيت بنفس الاكس بي اوكي فهذه الخطوة بصراحة أنا والله حيرتني بأمانة شباب لكن إذا فعليا صارت فخطوة جدا رهيبة أيضا إذا نتكلم عن المنصات هل يمكن أن نسخة الجوال تلعب مع نسخة الكونسول أو تلعب مع أي منصة أخرى فلا إطلاقا بس في الباتل الباتل بس اللي يتلفل مع بعض اما اذا انت تلعب مثلا على الجوال وتلعب مع بحسابك هذا ف... فالكونسول فلا مستحيل ليش لانك تلعب جوال يلعب جوال كونسول يلعب مع كونسول اوكي حتى تكون ايضا عندكم فكره يا شباب لاول مره ممكن هذه الشركه تطبق هذا الخطوه على العكس بقيه الالعاب يعني تلاقي المحاكيات وغيره يلعبون مع بعض لكن اتوقع انه شركه اكتيفين هذا هو المضمون وهذا هو المقصود انها تسوي هذول المنصات ليكونون بهم الناس يلعبون على منصه واحده أما إنك تدخل على لوبي ويطلع معك واحد بي سي فلا مستحيل الجوال يلعب مع الجوال أوكي طيب الحين راح تسألني سؤال هل أيضا يمكن جوال نلعب ضد جوال أو أي آيباد ضد آيباد لأ هنا لا. لا يمكن أنك تلعب جوال وتلعب ضد آيباد اوكي اي بمعنى انه الاندرويد ضد الاي او اس عادي ما في فرق المهم انه يكون نفس النظام نفس النظام يعني نظام جوالات ما راح يحسب لك هو ايباد ولا جوال اوكي لكن الكونسول تلعب ضد بي سي فهذا شيء عادي اما انك تدخل مع مع الجوال فلا مستحيل سواء كان ايباد او كان جوال لا ما راح تلعب معهم اطلاقا اوكي يعني راح يكون سيرفر خاص بالجوال بشكل عام اوكي طيب الحين راح نتكلم عن الطرح اللي يخص النسخه او الاصدار الاصدار انا خبرتكم في آه سابق المقاطع انه النسخه ما راح يكون فيها إصدار تجريبيه وراح نكتفي باصدار تجريبي واحد بعدين السوفت لانش بعدين الطرح الرسمي اوكي وتقريبا هذا هو الكلام بالضبط اللي راح يكون معنا بحول الله ولو انه احنا, إحنا كنا ننتظر انه يكون في اصدار تجريبي مباشره بعد هذا المؤتمر آه لكن لا آه اللي طلع هو انه نسخة الالفا هي بالضبط اللي جربها صناع المحتوى الذين تم دعوتهم الى هذا الحدث او هذا المؤتمر، بالاضافه الى انه راح تكون اصدار تجريبي بالنسبه للناس اللي سووا طلب مسبق على اللعبه واكيد انه راح يكون مخصص على بعض الدول، بعدها يغلق الاصدار التجريبي مباشره يعني اصدار تجريبي واحد، بعدها يطرح مباشره الطرح الاقليمي، هذا يعني الاقرب، ليش؟ ليش اذكر هذا الكلام؟ لانه اذا تذكرون حتى في مقطع قبل اليوم أمس خبرتكم أنه تاريخ طرح اللعبة بشكل رسمي الإصدار الرسمي العالمي راح يكون خبرتكم يا إما في آخر شهر هذا السنة أو يكون في بداية سنة 2023 وفعليا كريس بلومر يؤكد هذا الكلام واسمعوا أنتم بعدين أكمل معكم أوكي اسمعوا زين Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. زين تمام يعني الحين ما يحتاج لك اي كلام تاني انك تريد تعرف متى اصدار اللعبة خلاص الاصدار الرسمي والنسخة الرسمية العالمية راح تكون بعد ثلاثة او اربعة اشهر باذن الله اي بمعنى يعني هذا اقل تقدير ليش لانه في سنة 2023 آه يعني بنسبة كبيرة جدا نسبة 90% أن النسخة راح تكون في بداية السنة يعني في بداية سنة 2023 خلاص يعني آخر السنة هذه راح تكون الإصدار التجريبي بالإضافة إلى السوفت لانش بحول الله أوكي بعدها مباشرة راح نصير عندنا فرصة أنه ناخذ النسخة الرسمية واللي أكيد يعني حسب اللي شاهدناه الحين في هذا المؤتمر فالنسخة الحين قيد التطوير وليست هذه هي الجودة النهائية أو الرسمية وهذا اللي مد ايضا حتى موجود حتى بالجيم بلاي او موجود حتى بالنسخه نسخه الالفا موجود وزي ما وريتكم في بدايه المقطع انه المطورين جاي لساتهم يشتغلون على اللعبه وبالاساس يعني في هذا المؤتمر الشركه لم تحدد اللعبه ولم يكن في اي تحديد لهذا الاصدار اللي يخص الالفا وانما تم نقله مباشره لصناع المحتوى على اساس انه يجربونه والشركه تعلن بشكل رسمي عن قدوم اللعبه وتعطي فرصه لتسجيل المسبق بها ايضا حتى تجمع يعني كل الالعاب اللي هي قيد الطرح بحول الله اللي راح تكون ابتداء من نسخه الورزون 2 اللي راح تكون ابتداء من شهر نوفمبر بعدين تكون بعدها نسخه المودرن وورفير اللي راح تكون ايضا ابتداء من شهر اكتوبر تبقى مباشره نسخه الورزون موبايل اللي راح تكون اتوقع بنسبه كبيره انه في بدايه سنه 2023 ايضا مع طرح اقليمي يكون ممكن في نهايه السنه مع اواخر الشهر وبنسبه كبيره جداً جدا انه قد يكون في شهر ديسمبر يعني الطرح الاقليمي بنسبه كبيره والله اعلم لكن اللي اخبركم به زي ما ذكرتكم في المقاطع السابقه انه مباشره بعد الطرح الاقليمي راح يكون تقريبا يكون يعني بين المدة اللي راح تكون شهر او شهر ونصف بعدها مباشره راح يكون لنا طرح عالمي رسمي لكل الناس متاح على اساس انها تاخذ اللعبه وتشحن بها وتستمتع بها واكيد انه راح نعيش أه الجوده اللي الحقيقيه ليش لانه فعليا شركه اكسي عندها خبره كبيره الحين وبما انه حتى شركه تنسنت عندها ايضا خطوه وايد في تطوير هذه النسخه مع استديوهات اخرى فاكيد انه الشركه عندها يعني نظره مستقبليه وهي عارفه شنو تسوي ليش لانك لو تلاحظ يعني الحين نسخه كود موبايل جودتها مقارنه لو نقارن هذا السنه مع اول اصدار كان لهذه النسخه فكان كارثي بامانه أه يعني وورزون موبايل اتوقع احسن بشوي اوكي فلهذا انا خبرتكم الحين صار عندكم فكره وبالنسبه للناس اللي تفشلت ممكن لمين شافت الجوده لا يا اخي وانما الشركه شاركت الاصدار اللي يخص الالفا اوكي حتى مش بيتا يعني لم تقم حتى بالتحديد ممكن حفاظا على السريه على الاساس انها تفاجئ المجتمع مباشره بعد الطرح الاقليمي او بعد الطرح الرسمي لكن اللي خبركم انه الجوده راح تكون جدا فخمه والاجهزه فيما يخص ايضا التسجيل المسبق بالنسبه للناس اللي كانت تسال مثلا كيف راح هل اجهزتها متاحه او لا مش متاحه مبدئيا يعني في اول المواسم راح تكون متاحه الاجهزه تقريبا اغلب الاجهزه لكن مع قادم السنوات باذن الله اذا اطل الله في عمرنا اكيد وقادم المواسم فاكيد انك تتطلب لك جهاز يكون اقوى ليش لانه الشركه راح تصير تطور وتحسن من اللعبه بشكل اكبر ومن جودتها بشكل اكبر فيتطلب لك جهاز يكون بمعالج يكون زين يعني موافي للظروف اللي عليها اللعبه فانصحك انك حينها تقتني الجهاز المناسب من اجل انك تستمتع باللعبه واكيد يعني لستني زي ما كنا مع باقي الالعاب وشاركت معكم يعني ابتداء بالنسبه للناس اللي ما تعرف قناتي حتى من نسخه روس او سرفايفل اللي كانت اول نسخه او لعبه باتل رويال جوال بعدها بابجي بعدها يعني كل الالعاب فورتنايت شاركت معكم كل شيء حتى بالنسبه لنسخه كود موبايل اللي كانت عندي فتره زمنيه يعني بصراحه يعني استمتعت بها كثير اللي كانت اكثر من اربع ثلاث سنوات يعني وانا مستمر في هذه النسخه الا ان صار اللي صار بسبب الحساب اللي ضاع والسبب فانتم عارفين بالنسبه للناس اللي متابعتني لكن اكيد انه راح نستمر معكم في نسخه كود اه مو موبايل وباذن الله اي مستجدات اخرى راح اشاركها معكم في مقاطع منفرده اكيد انه مش كل يوم ليش لانه خلاص يعني الشركه الحين وضحت كل النقاط فما يحتاج انه نسوي مقاطع يوميه عن اللعبه اكيد ان عندك العاب اخرى حاول تلعبها تستمتع بها أه على الاساس انك تستكمل الاشهر او الايام القادمه بحول الله بعدين لما تطرح نسخه وورزون موبايل فاهلا وسهلا بكل المجتمع اللي راح يكون معنا في هذه اللعبه وراح اكون انا اولكم باذن الله اللي راح اكون مهتم بهذه اللعبه واكيد اني راح اوفيكم بكل تفاصيلها سواء قبل الطرح العالمي او بعد الطرح العالمي او حتى حين الطرح الاقليمي وطريقه التشغيل والتحميل وكل شيء اوكي حتى من ناحيه الشحن واكيد اني راح اشارك معكم كل التفاصيل التفاصيل بحول الله اوكي وحتى ما انسى شباب فيما يخص التساؤلات على نظام الاي او اس هل توفر الرابط او لا مبدئيا وحاليا الى الى الى, إلى, إلى الحين ما فيش اي معلومه عن الرابط يعني كنا نتوقع انه مباشره بعد الحدث لكن مبدئيا لم يتم اضافه رابط نسخه الاي او اس يعني فيما يخص اجهزه الايفون والايباد لكن اكيد زي ما اخبرتكم سابقا أول دقيقة يتوفر بها الرابط راح أشاركه معكم مباشرة وأعلمكم حتى في مقطع خاص أنه توفر الإصدار اللي يخص بأجهزة الأي أس أوكي حتى تكون عندكم فكرة لكن بما أنه المطورين ما شاركوا معنا الرابط فأكيد أو الشركة ما شاركت معنا الرابط فأكيد أنا ما راح أعطيك رابط يعني من عندي أوكي أتمنى أنكم تتفهمون الموضوع شباب الى هنا شباب اتمنى اني قد وفقت في هذا الشرح والطرح لا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركة المقطع اي استفسار اخر اتركوه في التعليقات راح نحاول الرد عليه على اكبر عدد ممكن اذا كان في اي مستجدات اخرى لاحقا في قادم الايام في قادم الساعات مش عارف اذا توفر اي شيء جديد اكيد وضروري اني انشره فرح انشره واشاركه معكم مباشره الى هنا دمتم في الله وحفظه اتمنى الا تبخلوا علي بلايكاتكم واشكركم جزيل الشكر دائما وابدا على لايكاتكم للمقاطع ولا صدقوني زي ما انتم يعني انتم حافزي الوحيد بسبب لايكاتكم صرت يعني انشر مقطعين وثلاث باليوم بسبب اني يعني شايف انكم مهتمين بالموضوع فاي استفسار واي موضوع تهتمون به فاكيد اني راح اشارككم معكم وما راح ادخر اي ولا والابخل بأي معلومه باذن الله، اوكي؟ فايلا شباب لايكاتكم دمتم في عياله وحفظه وانتظروني باذن الله في الحلقات القادمه، يلا سلام <applause> Win. Proper job. if you would like to get exclusive content updates previews and events don't forget to subscribe and turn on that notifications stay frosty soldiers